للنادي الاهلي، وهوريك صوره دلوقتي لسه نازله على حساب صفحه كاس العالم للانديه، بعتوها لي. للانديه حلوه قوي، بعتت لي دلوقتي هيحطوها زملائنا. وفجاه بعد ما ترجع تلاقي البعض من يقلل، والبعض اللي يقول لك لا اصل احنا مش هنشجع، والبعض يقول لك يعني الصوره هي، بص يا باشمهندس خالد، دول بيقول لك هم يعني بيقول لك ويلكم للنادي الاهلي، جميله جدا، حاطط صوره الشناوي وصوره عاشور وصوره اسامه ابو علي والثلاثي ميسي وبوسكيتس وسواريز موجودين، وبيكهام ورا، وبيكهام صاحب النادي سايق العربيه. هو في ويلكم تو ميامي، يعني هو في اجمل من كده؟ وفي المقابل فوق اهو الاهلي في الانتر، يعني كامينج تو 305 انجون ولا 30 انجون، 14 20 25 خلي بالك كان جون 15 بدايه البطوله، بقت 14. ف شفت ده ازاي؟ وشفت محاولات البعض التقليل، ولا انا مش ان شاء الله ما شجعت يعني ما تفرقش معايا، لكنه حسيت بالمقارنه ازاي؟ والله يعني انت بتكلمني على حد معين او تصريح معين؟ لا ما بتكلمش على حد تصريح معين والله، تصريح غير موفق. نعم. يعني حتى لو انت جواك حاجه زي دي ما ينفعش تظهر في العلن يعني. لكن اللي بيقلل ده انا بعتبره مش فيها مثلا، بيقول باين قصر ديلي ازعر. لا انا قصدي يعني هي كانت حاله جيده للكره المصريه والله، بشكل يا كابتن شوبير بشكل عام. انا بدايه الحلقه قلت لك ايه؟ لابد الشعب المصري بجميع طوائفه بجميع انتماءاته يفخر ان في حاجه اسمها النادي الاهلي. انا دايما بقول اخر 15 20 سنه الاهلي هو من انقذ سمعه الكره كل المصريه، ومن حافظ ما وجه الكره المصريه بالزبط. للامانه الشديده يعني. فيعني النادي الاهلي يعني بغض النظر عن الانتماءات، لا يعني مصر لازم تسعد بوجود النادي الاهلي فيها.